غادي حبيان ما جيت قرد كل يوم كسيت وكان عريان كنت باغي البيس تشمل البيس كنت شوف شي رقعني يو السلام عليكم الدراري والدريات مرحبا بكم في يوم جديد او رياكشن جديد. الرياكشن ديال اليوم فريمون غادي تكون سبيسيال على ستورمي بادي حفيان. التراك هذا اللي كان دار بومحش كلاح بحال شكل تيزر ديالو اولا مقتطف منهم في التراك في الاخر ديال التراك ديال ا تي ام فهمتي. بنادم اللي عارف هذاك التراك وبنادم بقى صابر تيتسنى هذاك التراك دابا لاحوا لينا كليب صوب باش بلا ما نطول عليكم الدراري خليكم مع سبونسور ديال هذا الفيديو اللي هو وان اكس بات. وان اكس بات هي واحد البلاتفورم اللي كتمكنك من انك تشجع الفريق ديالك غير من التليفون وهذه الحاجه هذه اللي فيها جديده. ولكن قبل ما انك تدخل ليا اللي كاين في الديسكريبسيون ولا في اول كومنتار تنبغي نوصيك ثلاثه الحوايج اللي ضروريين. اول حاجه هو ان الليان كيخدم غير في المغرب يعني الا كنت تتفرج فيه برا المغرب ضروري خصك تستعمل في بي ان. ثاني حاجه هو انك ضروري تكون كبر من 18 عام. ثالث حاجه اللي كتعجبكم بزاف هو انك ضروري تستعمل كود برومو ديالي وعيشوا لي حياة الرفاهية ديالكم الدراري. هادشي اللي كاين الدراري وكيف ما العادة لو كنت أول مرة تشوفني معليك إلا أنك صبت لتحت فرقع دير مواليك سبسكرايب دير داك الجرس باش تكون من الأوائل تشوف فيديوهات ديال يوسف بوسحاق. تلاحوا لعندي الانستغرام اللي هو بوسحاق بوم برو تما غادي تلقاوني ديم. وكيف ما العادة يا 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 أهو رش سكو 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 بادي حفيان سير على الله. ناري ناري هادشي بان ليا غيكون شاب كدري باخ هاد اللعيبة هادي كندار ليها في نادي كندي طاني كندار ليها اشهار. المهم بلان بلان مزيان نبقاو نشوفو فحال هاد اللعيبات هاد بادي حفيان ما جيت قارد كل يوم كسيت وكان هريان اللي كنا صبيان راونا نقول شبان ما تشد عند حد شريان كنت باغي البيس تاش من البيس كنت شوف شي رقعني ايوا دراري بدا كاين. شوف اول حاجه خصني نحط هذا الكاسك ونخدم بيفان سيلت بلي سمحوا لينا على هذه الاعاقه هذه. حاش علاش اخويا هذا الشاده مقول ايوا ايوا بادي حفيان ما جيت قرد كل يوم كسيت وكان عريان ايوا ملي كنا صبيان قراونا نقول شبان ما تشد على حد شي ريال كنت باغي البيس تاش من البيس كنت تشوف شي رقعني نالي اطيح دير باك لي بدمك ولا يبقى عليك بغيت نسالي برا درتي ستار بديت بالليل كسرك لي صباح الدنيا ما غاتخاشي مصباح حك دراعك ترى بغيتي صاح شبعنا نطاق جاف ناطور لك برتي وما طارش ليك العصفور ازيدوك الفانتاستيك فور ما غاش عن باسكال وخا كان عيا ما نقول ما كتعرفنيش غادي بالك غشار دراري الكليب راه مخدوم بواحد الطريقة اللي مقودة ديال بصح لكن خصني نشوف شكون اللي خادم الكليب حاشا ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش الكليب الكليب كليب 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 فينك اخويا محسن حارس سايلو احمد بلان 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 اصاد هذاك الشيء فيه 3 دي في اف اكس ناري نايس نايس الدراري نايس بالرجول نايس شاوت محسن حارس راه غادي غادي مطقها غادي مطقها في الخدمه الدراري هادشي اللي كيسير سير كنا نبانو غاقصار دابا كتحيدو في العود حتى حكرتونا النار اللي كنا صغار صافي عجبني هاد البلون هذا مقاود ديال خوتنا اللي جالسين اللعيبات متيبانوش متيبانش الوجوه ديالهم دروا اداب خليني ساكت بديت في الارض غنبقى في الارض انا فيك ارتاح بديت في الارض غنبقى في الارض تما فين كنرتاح صاط دير بالك لي مات قولي لي قبل ما كانش عارف غد لي فيني بات خليني ساكت
كبرنا نفيزا وفيزي غماد ولعندي وما جيبش لنا الدل داكشي لاش لاشريت كاشريت صاد تراك هارب تراك هارب الدراري الدراري نيرو لينا الدراري بغينا في حال هاد البروجيات بالرجول راه ميت الدعوه طوب لحتى ديال داب وحده ديال قبل ونفسي راه باطي صاصون فاحت عام الارض غير تسومي سيت عندي القوطه دام لي طير هادشي قول لي هابي نو يير قصيدك وي وكي عارف هادوك الفيديوهات اللي شيكون فيهم الزواق بزاف وهادوك لي زيفي بزاف واللعيبات تبقاو يبانوا لك كيف ما تنقولوا تبقاو يبانوا لك حامضين فهمتي الا كانت انت عندك فيزوال نقيه فهمتي البلان كيفاش داير ولكن هذا لا الصاد كل اف ام خدوم بحقه وطريقه والصاد فهمتي ومحطوط على حسب داك الشيء اللي تيتقال فهمتيني هنا عليها فهمتي يو ويل انجوي فهمتي خدي ضروري خصك تتمتع بحربيه وجيب معاك انت الكره الارضيه زيرو فوت بوز ميجا بلاس بوش ميجا درنا كلشي بالعربيه وخبات خمسه حرفيه ربيت كاع الخير اللي غايدار فيها عرفو ما يدوش لما جايبوش غير منو عليا في الغيبيه اش داك دير لي بي ناري هاد البلون هذا شو الدياب الصاط ناري دابا تو داك لي زيدي بالرجوله اي واحد حط ولا خدم في هاد البروجي هذا ولا حط شي ايدي ولا شي لعيبه شاروت لي بالرجوله حش قلالي في حال الكليبات تشوفهم الصاط يجاو كي ذاك حطيت رجلي فاق تحت ما لعافير باقي نقي وصل عافير صوفينا غيب ميران بنا ديران طيحنا في سبيران درتي فطعة كبيرة بحتي لي كثيرة وما حافظ لي فيراج always المانع وما صحاب المطر بروجي ما سخيتش بها الصاد فهمتي باقي كانت سنها انه يغني الصاد صح صافي سالا تراك تخيلها دابا انت دوك تراكات الحامضين فهمتي شي تعطلوا ما تيبغيو شي ساليو هودا والله الا كنت نتسنى شي حاجه من هذوك الناس اللي جالسين صح طلع واحد منهم ميكروب جايز شاروا لكاع الناس اللي خدموا في هذا البروجي هذا الدراري فهمتي ما بغيتش نقرا لا ننسى شي سميت شي واحد بالرجول العز الدراري العز والله يسع العز بالرجول نعاود اخر لقطه بديح فيها ما يجي تقار تقول لهم كسيتو كان عريان ليك الناس بيان قراونا قول شبان ما تشد عند حد شريان نايس كنت باغي البيس تاش من البيس كوي تشوف شي راقاني قالي تشخشخ موسو قايز كان هذا هو التراك كانت هذه الرياكشن العز ستورمي بعدا كاين تلاح شي بروجي بعدا كاين يعتق لينا الموقف الدراري ونسمعوا شويه المزيكا المغربيه هادشي اللي كاين الدراري عبد الوهاب الدكالي الدراري كانت هذه الرياكشن لك اول مره تشوفني مالك الا انا كتبت لتحت فرق قاعدين ما ديك سبسكرايب دير داك جرس باش تكون من الاوائل تشوف فيديوهات ديال يوسف بوسحاق تلاحوا عندي الانستغرام اللي هو بوسحاق بوم برو تما غادي تلقاوني ديما وكيف ما العاده يي 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 اهو الرش سكو